السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم سفيان سبيس. فيديو اليوم سوف يكون تكملة لسلسلة الدروس السابقة التي وضعتها على قناتي على يوتيوب، هاي دي اكتبوا سفيان سبيس إن أردتم البحث عنها. إذا تشاهدون هذه القناة أمامكم، لدي 115 مشترك، هذه هي القناة. إذا هنا توجد العديد من الفيديوهات المتنوعة، ولكن توجد سلسلة من الدروس التي أضعها لتعلم اللغة الإنجليزية، وسوف أبدأ بإذن الله بتعلم اللغة الفرنسية في دروس أخرى. إذا تشاهدون هذه السلسلة لتعلم اللغة الإنجليزية. إذا درس اليوم سوف يكون من الصفحة الشخصية على الفيسبوك، أو من الصفحة التي أضعها على الفيسبوك الخاص بي، وهو سوفيان سبيس، لتعلم اللغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية. تعلم هو اسم الصفحة، تعلم إنجليزية وفرنسية سوفيان سبيس. إذا تشاهدون هنا، هذا هو الموقع الخاص بي أو المدونة الخاصة بي، سوفيان سبيس .blogspot.com. هنا بعض الفيديوهات التي وضعتها، وهنا الدرس الأخير الذي وضعته على صفحتي الشخصية على الصفحة التي أنشأتها على فيسبوك. إذا الدرس هو للفعل، عن الفعل أتخ وأفواغ. الكثير من في اللغة الفرنسية يبحث أو يسمع بالفيرب أتخ إلى فيرب أفواغ، ولكن لا يعرف ما معناهما. إذا فعل أتخ هو فعل الكينونة، إذا فعل أو الفعل كان. الفيرب أفواغ هو الفعل يملك، أو الفعل يملك، أو بالإنجليزية نقول to have. إذا هذا الدرس يعني مشروح بسيط باللغة العربية مع بعض الدارجة، ولذلك لتبسيط الفهم قدر الإمكان. إذا تشاهدون هنا نبدأ في الدرس، درس صغير ومهم للمبتدئين لكي تستطيعوا التمييز بين الفعل أتر والفعل أفوار. إذا هنا تشاهدون فعل أتر أو الفعل أفوار، نبدأ بالفعل أفوار. هنا تصرف الفعل في المضارع جي. إذا قبل بداية في التصريف، الذين لا يعرفون الضمائر، هي سهل جدا. جو باللغة الفرنسية يعني أنا، توي أنت، إل آل، وهي مكتوبة هنا كما تلاحظون، هي إل هو آل هي، نو نحن، فو هم، أو أنتم، فو هم، فو أنتم باردون، إل أل هم. هنا خطأ في هذا المكان لم ألاحظه لحد الآن، يعني عفوا، ولكن فو أنتم. أما الفيرب أتر، الفيرب أتر وهو، أو نواصل في الفعل الفيرب أفوار، جي أنا أملك، جي أنا أملك أو أنا عندي، تويا أنت عندك أو أنت تملك، إل أل أ هو أو هي عندها، نوزافون نحن عندنا، vous avez أنتم عندكم، ils ont أو elles ont أو elles ont، نقول هم عندهم أو هن عندهن. هذا بالنسبة للفعل avoir. لكن هنا تشاهدون يمكن استعمال الفعل avoir في بهذه الطرق باللغة الفرنسية. مثلا عندما نقول j'ai 20 ans للتعبير مثلا عن العمر، جي 20 يعني عندي 20 سنة، أو عمري 20 سنة، هذا هو المعنى. إذا نقول مثلا جي ان بروبليم، جي ان بروبليم عندي مشكل، هنا يأخذ معنى عندي مشكل. جي ان بالون ولا إلى ان بالون، هو إل أ عنده، إلى ان بالون عنده كرة. جي با دارجون ليس عندي، جي با دارجون ليس عندي نقود. هنا المفروض ان تكون جو ني با دارجون، مي هي مكتوبه هنا جي با دارجون، هي صحيحه يعني نوعا ما، ولكن ليست الفرنسيه الاكاديميه او الفرنسيه اكاديميك. المفروض ان تكون جو ني با دارجون، دونك ليس عندي نقود. يعني هذا الفعل افوار نستعمله للملكيه والتعبير عن الحاجه. نكمل الدرس هنا، عفوا، الفعل هذا هو كما شرحنا من قبل، الفيرب اتر، الفيرب اتر المعنى تاعو بالدرجة راني انا، او الفعل اكون
ليس بمعنى أنا، ولكن أكون. هنا خطأ، ولكن تقريبي للدارجة، يعني كما يفهمه الكثير بالدارجة، للتعبير عن الحالة. مثلا جو سوي اوغ نستعمله للتعبير عن الحالة، ولكن قبل ذلك نشاهد تصريف الفعل في المضارع، يعني جو سوي أنا أكون، جو سوي أنا أكون ليس كنت، تيي أنت تكون، إل إل إي هو هي تكون، إل هو يكون، إل إي هي إل إي هي تكون، نصوم نحن نكون، فوزات أنتم تكونون ليس هم كانوا. عفوا، يعني سوف أبدل هذه في الصفحة الشخصية أو في صفحتي على الفيسبوك، سوف أبدلها بالمعلومات الصحيحة. إل إل سون هم أو هن يكونون. إذا هنا نشاهد أنه يستعمل لذكر الحالات للتعبير عن حالة، يعني حالة شخص ما. مثلا جو سوي أورو أنا سعيد، جو سوي فاتيغي نحن أو أنا تعبان أو متعب، نو سون فاتيغي نحن متعبون، تي بيل تي بيل أنت جميلة، إلي أ ليكول إنه في المدرسة. تشاهدون، يعني هذا هو تصريف الفعل أو وكيفية استعماله، ولكن نذكر يعني بعض الأمور أو الأمثلة لتسهيل الفهم. مثلا أريد أن أقول سلام، أنا سفيان، عمري 20 سنة. مثلا جدي أقول سالو سالو سلام، جو سوي أنا أكون، الفعل كان، اتر جو سوي نصرف الفعل اتر مع جو يعني انا، جو سوي سفيان انا اكون سفيان، او كما هو مشروح فيه هنا راني سفيان بالدارجة. جي 20 جي 20 عندي 20 سنة، او بالمعنى باللغة العربية عمري 20 سنة. هذا هو. مثلا اقول عندي قلمين، جي دو ستيلو، جو سوي اورو، هنا تعبير عن الحالة، جو سوي اورو انا سعيد. تستطيعون يعني تشكيل الجمل التي تريدونها، يعني كما تريدون. وهذا هو الدرس بصفة عامة، أعدكم سوف أبدل هذين يعني الدرسين هنا بدرسين يعني صحيحين، هنا بعض الغلطات يعني يجب تصحيحها. إذا شكرا لكم على المتابعة، أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا دعمنا بلايك والتسجيل أو الاشتراك في القناة، الرجاء الاشتراك في القناة يعني، وتعليقاتكم سوف تكون يعني هي دروس مقبل في الدروس إن شاء الله، سوف أشرح في الدروس وأجيب عن تعليقاتكم، يعني إذا كانت هناك استفسارات حول اللغة الفرنسية أو ما أشياء يعني لم تفهموها في اللغة الفرنسية. وشكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.